هذا لي خبر آخر، وخبر صراحة يحمل رسالة جميلة جدا. 1000 رجل لقلب طفل. بالقرب من بحيرة متجمدة شرقي بولندا، تجمع عشرات الأشخاص في عطلة نهاية الأسبوع لبناء 1000 رجل ثلج، بهدف جمع تبرعات مالية لطفل مريض. ويأمل منظمو الفعالية بأن يتمكنوا من جمع مبلغ مالي أكبر ليسهم في تكاليف علاج قلب الطفل بارتيك بوير والبالغ من العمر 21 شهرا. من أجمل الحملات والمبادرات التطوعية اللي ممكن نشوفها، واللي تحمل رسائل جميلة جدا. هذول عشرات الأشخاص اللي تجمعوا في هذه البحيرة المتجمدة، أكيد أنهم ما يعرفوا هذا الطفل، ولكن بالنهاية جمعهم هدف واحد، هدف نبيل جدا، لجمع مبالغ مالية لقلب الطفل الذي يبلغ من العمر 21 شهر. وأتمنى فعلا أنهم وصلوا لهدفهم ومرادهم بالنهاية.